السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله معانا النهاردة في حل امتحان محافظة الفيوم، طبعا رياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2024. محافظة الفيوم هي المحافظة رقم 11 من امتحانات المحافظات خاصة بكراسة المعاصر النسخة الجديدة نسخة 2024، ومحافظة الموجود الفيوم موجودة صفحة 100. بفضل الله حالينا أول 10 محافظات موجودين بالكامل قائمة التشغيل. حاول إن شاء الله خلال اليومين دول أخلص لك باقي المحافظات عشان ننتهي بدري بدري من المحافظات دي كلها بإذن الله. لو أنت أول مرة شفتني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشغل الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لي إذا كانت المصفوفة باء بكذا وباء أس سالب واحد بكذا فإن قيمة السين، يبقى هو جاب المعكوس الضرب بتاع باء. عشان اجيب المعكوس الضرب بتاع باء ببدأ اجيب الدلتا اللي هو قيمة المحدد بتاع المصفوفة، هضرب القطر الرئيسي 3 في 2 ب6 ناقص التاني اللي هو 1 في 5 ب5 يبقى 1. يبقى بالنسبة لي ان باء سالب 1 بيساوي 1 على الدلتا، يبقى 1 على الواحد فيها الواحد خلاص. يبقى هنبدل القطر الرئيسي، يبقى هنا 2 وهنا 3، ونغير اشارات التاني، يبقى هنا سالب 1 وهنا سالب 5. هنبدأ نقارن دي بدي، هتلاقي ان قيمة السين بكام؟ بسالب 5. يبقى إذا قيمة السين بسالب 5 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار جي. رقم 2، مجموعة حل المعادلة جذر 3 ظاء بيساوي 1. هبتدي أقسم هنا على جذر 3 وهنا برضو على جذر 3، دي تقوم راحة مع دي، فيفضل لي إن قيمة الظاء عبارة عن 1 على جذر 3. هسأل نفسي سؤال، والله يا باشمهندس الظاء موجبة في الربع الأول والربع الثالث، طب هو أقل من 90 لـ 270 يبقى الربع الأول ممنوع، يبقى ال 30 مش معايا، وال 150 مش معايا لان هي في الربع الثاني، يبقى اما دي اما دي. ممكن تجيب الاله وتعمل تان 210 وتان 240 وتشوف منها هيديك الناتج، او تحلها بالطريقه العاديه بقى شيفت تان 1 على جذر 3 تطلع الزاويه 30، دي الزاويه اللي في الربع الاول. ففي الربع الثالث يبقى 180 زائد الحده، يعني 180 زائد 30 يبقى 210. يبقى اذا الاجابه بتاعتي باذن الله يا باشمهندس 210، ويبقى بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 3، قول لي إذا كانت ج تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب بحيث أ ب بيساوي 4 من الباء ج. لو قلت ده على ده يبقى أ ب على ب ج مرجعش فاضي، يبقى 4 كام؟ 4 على الواحد. يبقى القطعة المستقيمة يا باشمهندس اللي هي اسمها أ ب، اللي أنا معايا فيها الألف بسالب 1 و4 ومعايا الباء فيها ب 3 و4، النسبة بتاعتها كلها على بعض كده ب 4، والب ج نسبتها واحد، يعني هنا لو في نقطة اسمها ج فدي نسبتها واحد. طب دي كلها أربعة، خدت منها واحد يفضل لي كام؟ يفضل لي تلاتة، يبقى دي نسبتها تلاتة. يبقى إذا النقطة ج بتساوي واحد في النقطة البعيدة، واحد في سالب واحد بسالب واحد، واحد في أربعة بأربعة، زائد التلاتة في النسبة البعيدة أو النقطة البعيدة، تلاتة في تلاتة بتسعة، وتلاتة في أربعة باتناشر، مقسومة على مجموع النسب اللي هي أربعة. هنا سالب واحد وتسعة يبقى تمانية، وهنا أربعة واتناشر يبقى ستاشر، الكلام ده على أربعة. هنا 8 على 4 فيها 2 و16 على 4 فيها 4، يبقى هي بالنسبة لي النقطة 2 و4، النقطة 2 و4 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. السؤال رقم 4، ده سؤال من المتفوقين يا باشمهندس، ج تربيع 5 زائد ج تربيع 10 زائد ج تربيع 15 لحد ج تربيع 90. انت ممكن تمسك الآلة الحاسبة وتبدأ تحسبه مع نفسك كده، الآلة هتقف معاك في مرحلة معينة لأن عدد الحدود كتير، فأنت مثلا نحسب لحد ج تربيع مثلا 50 وبعدين زود عليهم لحد ج تربيع 90. طيب انا يا باشمهندس مش عايز الطريقة دي، انا عايز بقى الطريقة بتاعت الرياضة اللي انا اقدر احل بيها. طيب ركز معايا، هنضطر نكتب، بس هي طويلة شوية ولكن سهلة بإذن الله. بص معايا، هكتب ج تربيع 5 اللي بعدها ج تربيع 10 اللي بعدها ج تربيع 15 اللي بعدها ج تربيع 20 اللي بعدها ج تربيع 25 وبعدين ج تربيع 30 ج تربيع 35 ج تربيع 40، وهنكتب هنا ج تربيع 45. وركز بقى معايا، هنرجع نزود 5 يبقى ج تربيع 50، بس انا هكتب ج تربيع 50 هنا وهقول لك ليه. اللي بعدها ج تربيع 55 ج تربيع 60 ج تربيع 65 ج تربيع 70 ج تربيع 75 ج تربيع 80 ج تربيع 85، ومعلش هنا اهو تعالى نكتب ج تربيع 90. تمام تمام بص بقى معايا، هنيجي القاعدة مهمة جدا جدا. أنا لو جيت قلت لك هي جا 85 مش هي جا 90 ناقص 5 يا باشمهندس؟ ما هي 90 ناقص 5 85. طيب
لو انا حليت بالزوايا المنتسبه يعني قلت ايه 90 ناقص، يبقى 90 ناقص في الربع الاول كل الدوال الموجبه 90 هتغير الجهه تخليها جتا، يبقى دي كانها بتساوي جتا 5 اللي هي جهه الزاويه بتساوي جتا المتممه. طب هيحصل حاجه لو انا قمت مربع دي وقمت مربع دي عادي، خدت التربيع للطرفين يبقى جتا تربيع 85 بيساوي جتا تربيع 5. فده اللي هيحصل دلوقتي، انا هشيل الجتا تربيع 85 واحط مكانها جتا تربيع 5 بنفس الفكره دي 10، يبقى المتممه بتاعتها 80، يبقى دي كانها بتساوي جتا تربيع 80، وبالمثل دي هتبقى بتساوي جلع، يبقى جتا تربيع سوري دي جتا تربيع 10، هنا هتساوي المتممه بتاعتها يبقى جتا تربيع 15، ودي هتساوي المتممه بتاعتها يبقى جتا تربيع 20، ودي برضه هكذا يبقى جتا تربيع 25، ودي هكذا يبقى جتا تربيع 30، ودي هتبقى جتا تربيع 35، وده هتبقى بالنسبه لي جتا تربيع 40. بص بقى معايا، بقى معاك جتا تربيع 5 زائد جتا تربيع 5، جتا تربيع زائد جتا تربيع نفس الزاويه بواحد، واللي بعدهم دول بواحد، واللي بعدهم دول بواحد، ودول كمان برضو بواحد، ودول باذن الله بواحد، ودول برضو بواحد، ودول بواحد، ودول بواحد. هيفضل الاثنين الغلبانين دول جا 90 بواحد، يبقى جا تربيع 90 اللي هي واحد تربيع بواحد، انا خلصت من دي. جا 45 بواحد على جذر 2 تربيعها بنص، يبقى هي دي الحسبه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونص، يبقى اذا الاجابه بتاعتي 9 ونص. ده حلها بالرياضه، ولكن لو عملته بالاله الحاسبه مفيش ادنى مشكله. رقم 5 بيقول له طول العمود النازل من النقطه سالب 1 و4 على محور الصادات، الى محور الصادات بيبقى القيمه المطلقه للي في السين، يعني القيمه المطلقه للسالب 1 اللي هي باذن الله 1، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص هل فيها مشكلة؟ هنشوف اللي بعده. رقم 6 بيقول أنا عايز منك قيمة المحدد، ده محدد المصفوفة المثلثة الصفرية، فهنا بيبقى حاصل ضرب القطر الرئيسي هو الناتج بتاعه، يعني ده عبارة عن 4 في 2 في 1، 4 في 2 ب 8 في 1 بيساوي 8، يبقى إذا الإجابة بتاعتي 8، يبقى بالنسبة لي الاختيار ده هو الصح. رقم 7 بيقول لي إذا كانت الصورة القطبية للمتجه واو أ ب 12 و 2 باي على 3، يعني المتجه واو الف عباره عن ال 12 دي المعيار، طب الزاويه بتاعته 2 باي على 3 يعني 2 في 180 على 3، 180 على 3 في 60 في 2 ب 120. لو انا جيت قلت لك تعالى ارسم ده كده، بص معايا، مش احنا عارفين ان الزاويه دي بتبقى مع محور السات الموجب، وواو ده يعني هو بالنسبه لي بادئ من نقطه الاصل، يبقى بالنسبه لي هو ده كده الواو الف ايه؟ متجه. طبعا الزاويه دي كلها على بعض ب 120، يعني هنا 90 وهنا بالنسبه لي 30. لما اجي اقول لك الف واو متجه، انت جدع صح؟ اه يا باشمهندس طبعا. قلت لي طالما بدل الحروف يبقى غير الاتجاه، يعني ايه غير الاتجاه؟ بدل ما هو ماشي كده هيبقى بالنسبه لي ماشي كده، ما ده تغيير الاتجاه، وتغيير الاتجاه ده معناه ان انا بعمل زاويه مستقيمه فبزود 180، يعني ال 120 اللي هو كان عاملها اقوم مزود عليها 180، وده معناه ان انا غيرت الاتجاه. يبقى 120 زائد 180 بكام؟ ب 300. طب المعيار هيتغير؟ لا معياره مش بيتغير، المعيار لو انا غيرت الاتجاه عمره ما بيتغير، يبقى الالف واو برضه معياره ب 12. يبقى بالنسبه لي ان الف واو متجه معياره ب 12 وعامل زاويه 300. طب انا عايز احولها عادي جدا، اضرب هنا في باي واقسم على 180. هنا لو قلت على 60 فيها 5 على 60 فيها 3، يبقى هي عباره عن 5 باي على 3. يبقى اذا المتجه الف واو ب 12 و5 باي على 3 اللي هو الاختيار ده. في طريقة تانية ولكن طويلة حبتين تلاتة، هتبدأ تجيب لي الواو ألف ده بالصورة الإحداثية، يعني إيه؟ هجيب السين يبقى 12 جتا 135، وهجيب الصاد 12 جتا 135، وبعدين أقوم أغير الإشارات، يبقى أنا جبت الألف وهو متجه، أقوم حاسب له المعيار وأقوم حاسب له الزاوية، طويلة جدا جدا، فالحل ده سهل وبسيط ولازم تبقى فاهمه يا باشمهندس. خلاص ده كده بالنسبة لي أول جزء معانا يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعده. رقم 8 بيقول لي اذا كانت قيمه المصفوفه قيمه المحدد ده بيساوي 10 فان قيمه السين، عشان اجيب قيمه المحدد بضرب القطر الرئيسي، يبقى 2 في س في 3 ب 6 س ناقص 2 في 4 ب 8 بيساوي ال 10، هنودي دي، يبقى اذا 6 س 8 و10 اللي هي 18 هقسم على 6، يبقى اذا قيمه السين ب 3 مباشرة، يبقى قيمة السين ب 3، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الصح. رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي من قمة صخرة ارتفاعها 100 متر عن سطح الأرض، في صخرة، الصخرة دي ارتفاعها 100 متر عن سطح الأرض، قسنا زاوية انخفاض قارب، في قارب كده يا باشمهندس بيبعد 200 متر عن قاعدة الصخرة، يعني دي 200 متر،
قسنا زاوية انخفاض يعني انها فوق، ده الخط الأفقي، ده مد البصر، يبقى هي الزاوية دي اللي هي بتساوي الزاوية دي بالتبادل. طب هو عايز مني ايه؟ وعايز مني يا باشمهندس يكون قياس زاوية انخفاض بالراديان، عايز السيتا دي بالراديان. طب لو قلنا ظا سيتا ليه؟ لأن ده مقابل وده مجاور، يبقى المقابل ب 100 على المجاور اللي هو 200، يبقى 100 على 200 اللي هي نص. طب أنا عايزها بالراديان، يبقى النص ده هقوم ضربه في الباي وأقوم قاسم على 180، خلاص عشان أبدأ أجيبها بإيه؟ بالراديان. يبقى أنا معايا نص في شيفت باي على 180، تطلع معايا ب، احنا هنا عايزينها بالراديان يا باشمهندس صح؟ احنا جبنا الظا سيتا، احنا لسه ما جبناش الزاوية أصلا، ماشي؟ احنا لسه ما جبناش قيمة الزاوية، هنعمل شيفت تاني نص، فيبقى بالنسبة لي السيتا بتساوي 26 درجة 33 دقيقة و18 ثانية تقريبا، أو 54 إيه؟ 54 ثانية. دي كده الزاوية، عايزينها بقى بالراديان، يبقى ناخد ال 26 درجة 33 54 هقسم على ال 180 وأضربها في الباي، كده تمام. فعالي جدا الرقم ده، أقوم ضربه في ال 180 وأقوم ضربه إيه يا عم؟ ماشي، إحنا بقصدنا الزاوية عادي، شيفت تان نص، ماشي؟ الرقم ده هنضربه في الباي ونقسم على 180، تطلع معايا 46%. يبقى هي عبارة عن 46% راديان أو دائري، يعني الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال رقم 10 بيقول لي إذا كان متجه الاتجاه العمودي على مستقيم ميم هو 3 و4، فإن ميل هذا مستقيم. يبقى أنا بالنسبة لي ميل العمودي اللي هو مديهولي في المسألة، اللي هو صاد على س يبقى 4 على 3. يبقى ميل المستقيم اللي أنا عايزه هشقلب وأغير الإشارة. 4 على 3 لما أشقلبها 3 على 4. غير الإشارة يبقى سالب 3، سالب 3 أرباع. يبقى الإجابة بتاعتي سالب 3 على الأربعة اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار إيه؟ السؤال رقم 11، أ متجه بكذا وباء متجه بكذا وأ متجه عمود على باء متجه. يبقى ميل الأول اللي هو صاد على س اللي هو كاف على 3، في ميل الثاني اللي هو صاد على س يبقى سالب 2 على 2، لازم يساوي سالب 1 لأن دول متعامدين. حلو جدا، سالب 2 على 2 فيها السالب 1، السالب واحد ده ممكن اشيله مع السالب واحد ده، يبقى الكاف على التلاتة بتساوي واحد، او اعملها باي طريقة تريحك. طالما الناتج واحد يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى اذا قيمة الكاف بتلاتة، قيمة الكاف بتلاتة، يعني بالنسبة لي الاختيار الف هو الصح. السؤال رقم 12 بيقول انا عايز منك طول قوس قطاع دائري مساحته 6 باي وقيس الزاوية المركزية بتاعته ب باي على التلاتة، الكلام ده بيساوي كام؟ طب احنا عارفين إن بالنسبة لي القطاع الدائري المساحة بتساوي نص في سيتا دائري، لأن معايا الزاوية المركزية في نقطة تربيع. طب المساحة 6 باي هتساوي نص سيتا دائري اللي هي 2 باي على التلاتة، ولا هي باي على التلاتة؟ مفيش تركيز ولا إيه؟ في النقطة إيه؟ النقطة تربيع. تمام، نشيل الباي مع الباي، وهنا 2 في 3 ب 6 في المقام تتضرب هنا، يبقى إذا النقطة تربيع بيساوي 6 في 6 ب 36. أو ماخد الجذر هنا وهنا يطلع ان نص القطر ب 6. حلو جدا، هو عايز مني طول القوس ولام، احنا عارفين ان هو سيتا دائري في نق، السيتا دائري بباي على 3 في نق اللي هي 6، 3 فعل 1 على 3 فعل 2، يبقى اذا الكلام ده ب 2 باي، 2 باي اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ده. السؤال 13 بيقول لي اذا كانت المصفوفه دي ليس لها معكوس ضربي فان قيمه السين، عشان المصفوفة دي ملهاش معكوس ضربي يبقى لازم ان الدلتا اللي هو المحدد بتاعها بيساوي صفر. طب هنا هنضرب القطر ده، يبقى س في 3 ب 3 س ناقص القطر الثاني 1 في 6 ب 6 بيساوي صفر. لو انا بدأت اجيب دي هنا يبقى اذا ال 3 س بيساوي 6، هقسم على ال 3 يبقى اذا قيمة الس ب 2. فهنا عايز قيمة الس، اقول له قيمة الس بإذن الله ب 2 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. السؤال 14 بيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ بكذا ب بكذا ج بكذا، عايز نقطة تلاقي متوسطات المثلث هي إيه؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث هي عبارة عن مجموع السينات على 3 ومجموع الصادات على 3، تمام؟ هنجمع السينات 3 و7 10 وكمان 12 و2 يبقى 12 على 3، هنجمع الصادات 5 و10 15، 15 و3 يبقى 18 على 3، 12 على 3 فعل 4 و 18 على 3 فعل 6، يبقى هي عبارة عن 4 و 6 اللي هو بالنسبة للاختيار ايه؟ الاختيار ده. السؤال 15 بيقول لي النقطة التي تنتمي إلى مجموعة حل المتباينات دي، س أكبر من 2 ص أكبر من 1، هنا ال 3 أكبر من 2، طب ال 1 بيساوي ال 1، مفيش عامل تساوي، دي ما تنفعش، هنا ال 1 أكبر من ال 2 ما ينفعش، طيب
هنا التلاتة أكبر من الاتنين والاتنين أكبر من الواحد، تمام. هنا الواحد أكبر من الاتنين، ما ينفعش. يبقى من غير أصلا ما أجرب في المعادلة التالتة أو المتباينة التالتة، هي الجيم هي الصح. هنا تلاتة واتنين خمسة فعلا أكبر من أو يساوي التلاتة، يبقى الاختيار الجيم هو بالصح. 16 بيقول لي مساحة الشكل السداسي المنتظم طول ضلعه 8. مساحة الشكل السداسي المنتظم ليه قانون خاص، 3 جذر 3 على ال 2 س تربيع، يعني 3 جذر 3 على ال 2 في س تربيع اللي هي 8 تربيع. 8 تربيع ب 64 على ال 2 في ال 32 في 3، يبقى 96 جذر 3. 96 جذر 3 يعني بإذن الله الاختيار الجيم هو الصح. خلاص تعالى نشوف اللي بعده. السؤال 17 بيقول لي إذا كان ألف بكذا باء بكذا ميم متجه بكذا، ألف ب متجه بيوازي الميم، يبقى احنا لازم نجيب الألف ب متجه اللي هو عبارة عن النهاية باء ناقص البداية ألف، باء ناقص ألف، يبقى سالب واحد ناقص تلاتة سالب أربعة، وخمسة ناقص ناقص خمسة يبقى خمسة زائد خمسة بعشرة. طب بيقول لي إن ده بيوازي الميم، خلاص يبقى ص على س هنا اللي هي عشرة على سالب أربعة، لازم تساوي ص على س هنا اللي هي بالنسبة لي كاف على الست. يبقى إذا قيمة الكاف 6 في 10 ب60 على اللي قصادها سالب 4، 60 على سالب 4 سالب 15، سالب 15 يعني بالنسبة لي بإذن الله الاختيار أ هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لي إذا كانت المصفوفة دي شبه متماثلة فإن م زائد ع زائد ن شبه متماثلة، الشرط الأساسي بتاعها إن القطر بصفر والعناصر حول القطر الرئيسي معكوس جمع البعض، يعني الميم هي المعكوس الجمع للأربعة يبقى الميم بسالب 4، والعين هي المعكوس الجمع للاثنين يبقى العين بيساوي سالب اتنين، وكذلك النون هي المعكوس الجمع للستة يبقى النون بيساوي سالب ستة. هو عايز نجمع دول كلهم، سالب أربعة وسالب ستة سالب عشرة وسالب اتنين سالب اتناشر، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الصح. السؤال 19 بيقول لي ألف متجه بكذا باء متجه بكذا جيم متجه بكذا، عايز مني معيار الألف. حلينا مسألة شبهها بنفس الأرقام في المحافظات، يبقى عبارة عن جذر معامل السين تربيع 3 تربيع زائد معامل الصاد تربيع سالب 4 تربيع، دي بإذن الله جذر 25 بتساوي الخمسة. فتعال نجيب معيار الباء متجه، عبارة عن جذر معامل السين ما فيش سين يبقى صفر تربيع، معامل الصاد اللي هو 1 تربيع يبقى دي جذر الواحد بيساوي 1. معيار الجيم اوعى تجيب لي صورة إحداثية بقى وتجيب لي المعيار ليه؟ لأن دي صورة قطبية، فالأول ده هو المعيار يبقى المعيار بخمسة. وعايز نجمع دول كلهم يبقى 5 و5 10 وكمان 1 يبقى 11، 11 يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو الصح. السؤال 20 بيقول له قياس الزاوية ما بين المستقيمين دول بتساوي كام؟ هبدأ أجيب ميل الأول سالب معامل س بسالب 1 على معامل ص ب 2، وهبدأ أجيب ميل الثاني اللي هو ص على س يبقى 2 على 1 فعل 2. فهنا ملحوظة إن م 1 في م 2 بتساوي سالب نص في 2 يعني سالب 1. لو حصل ضرب الميلين بسالب واحد يبقى الزاوية ما بينهم 90 لأن هما متعامدين، يعني بالنسبة لي بإذن الله برضو الاختيار ج هو الصح. السؤال 21 بيقول لي المستقيم س على 4 زائد ص على 7 يصنع مع محور الأجسام مثلث مساحته قد إيه؟ بص يا باشمهندس، ده طول الجزء المقطوع من السين، ده طول الجزء المقطوع من الصاد، يبقى قلنا المساحة بكل بساطة يبقى نص. في القيمة المطلقة للجزء المقطوع من السين يعني القيمة المطلقة لـ4 في القيمة المطلقة للجزء المقطوع من الصاد يبقى 7. طبعا دي هتبقى 4 ودي هتبقى 7، نص ال 4 2 في 7 14، يعني الاختيار ج برضه هو الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 22 بيقول لي ألف مصفوفة مربعة فإن المصفوفة ألف زائد ألف مد. بص طالما مصفوفة مربعة يبقى الألف زائد الألف مد يا باشمهندس بيديك مصفوفة متماثلة. طب أنا مش عارف الخاصية دي، عادي جدا نفرض المصفوفة ألف، تعالى هنفرضها مثلا سالب 1 2 3 سالب 4 ماشي، يبقى بالنسبة لي إن أ مد هيساوي هيبقى هنا سالب واحد وهنا اتنين وهنا التلاتة وهنا السالب أربعة، صح؟ طب لو جيت جمعت أ زائد الأ مد ومصفوفة مربعة أنا عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، تعالى نجمع دول، سالب واحد وسالب واحد سالب اتنين، اتنين وتلاتة خمسة، هنا تلاتة واتنين خمسة، سالب أربعة وسالب أربعة سالب تمانية. القطر الرئيسي في أرقام وحوالين القطر الرئيسي العناصر قد بعض، يبقى ادينا مصفوفه ايه؟ متماثله، يبقى فعلا الاختيار ج هو الصح. 23 بيقول لي 1 زائد الزاتا تربيع، 1 زائد الزاتا تربيع اللي هي قطا تربيع في الجا تربيع، طبعا دي داله في مقلوبه، او ان القطا تربيع بواحد على جا تربيع مضروبه في جا تربيع، يبقى الكلام ده بكام؟ بواحد اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده.
24 بيقول لي 2 ألف باء متجه زائد 2 باء متجه بيساوي كاف في جيم ألف. والله لو خدت الاتنين عامل مشترك فيفضل لي ألف ب متجه زائد ب جيم متجه. نهاية ده هو بداية ده، يبقى ده عبارة عن 2 من الألف جيم متجه. طب هو خلى الجيم الألف جيم جيم ألف، يعني بدل الحروف يبقى بدل الإشارة ده، فدي 2 تبقى سالب 2، يبقى سالب 2 في الجيم ألف. طب هو بيقول لي ده جيم ألف، يبقى إذا الكاف بكام؟ بسالب 2، اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ده. السؤال 25 بيقول لي النقطة التي تكون عندها ميم قيمة صغرى، تعال نعوض. والله عند الصفر والعشرة، وعند الصفر والعشرين، وعند الصفر والأربعين، وعند العشرين والعشرة. يلا 35 في صفر بصفر، هنا 10 في 10 بمية، ماشي. هنا 35 في صفر بصفر وعشرين في 10 بمتين. طب هنا 35 في صفر بصفر وعشرين في 4 بربعمية. طب هنا 20 في 35 بسبعمية زائد 10 في 10 بمية يبقى 800. طب هو الوقت عايز قيمة صغرى، خلاص القيمة الصغرى حصلت عند النقطة ايه؟ النقطة ألف. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 26 بيقول له نقطة ارتفاعات المثلث الذي أضلاعه تنطبق على المستقيمات دي. طيب ركز معايا، السؤال سهل قوي بس عايز تركيز. المستقيم س بيساوي صفر محور السداد، ص بيساوي صفر محور السنان، يفضل المستقيم اللي هو س زائد ص بيساوي واحد. والله لو حطيت الس بصفر يبقى الص بواحد، ولو حطيت الصاد يلا بصفر يبقى الس بواحد، يبقى بيعدي بالنقطة واحد وصفر، وصفر وكام؟ وصفر واحد. ده كده الخط المستقيم. طبعا هو بيقول لي مساحة المثلث اللي هي أضلاعه تنطبق على المستقيمات ده، يبقى هو يقصد المثلث ده، والمثلث ده مثلث قائم. كلام جميل، ركز معايا. شايف الضلع ده؟ ده العمود عليه، يعني ده الارتفاع، تمام. طب شايف الضلع ده؟ ده العمود عليه، ده الارتفاع. يبقى الارتفاعين هنا او الارتفاعات بتاعت المثلث القائم بتبقى جايه في الزاويه القائمه. يبقى انا بالنسبه لي ارتفاع الضلع الثالث اهو، ده ارتفاع الضلع الثالث اللي نزل عليه، ده الارتفاع اهو، لازم برضه يوصل لنقطه ميل لنقطه الاصل. يبقى انا بالنسبه لي عارف ان ارتفاعات المثلث القائم بتتلاقى عند الزاويه القائمه، والزاويه القائمه هنا عند نقطه الاصل، يبقى الثلاث ارتفاعات بتلاقوا عند نقطه الاصل، اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ده. خلاص هو سؤال سهل بس محتاج منك تركيز، لان هو ايه شكله مختلف وما ظهرش معاك في الامتحانات قبل كده. السؤال 27 بيقول لي اذا كان ج منتصف ا ب حيث ج بكذا وباء بكذا، عايز مني احداثي النقطه ا هي ايه؟ طيب الموضوع سهل ازاي؟ طالما معايا المنتصف هضرب المنتصف في 2، يعني النقطة ألف هيساوي المنتصف اللي هو ج هضربه في 2 ناقص النقطة المعلومة اللي هي ب من غير ما نرسم. الج في 2 يبقى 2 في 0 ب0، 2 في 3 ب6، ناقص الباء اللي هي 7 و6. بس هنا 0 ناقص 7 يبقى سالب 7، و6 ناقص 6 يبقى 0، يبقى سالب 7 و0. سالب 7 و0 اللي هي بالنسبة لي الاختيار ايه؟ الاختيار ج. وتعالى نشوف اللي بعده. سؤال المقالي الأول بيقول لي اثبت إن المستقيمين دول متوازيين ثم أوجد أقصر بعد. أقصر بعد هو البعد العمودي، يعني كأنه بيقول لك هات لي طول العمود، تمام تمام. تعال نجيب ميل الأول. ميل الأول دي معادلة متجهة، يبقى ميل الأول هيبقى ص على س، يعني سالب 3 على 4. وهنجيب ميل التاني، طبعا دي معادلة عامة، يبقى سالب معامل س بسالب 3 على معامل ص اللي هو 4. هنقول له ميم 1 بيساوي ميم 2، يبقى المستقيمين متوازيين. طبعا اتفقنا ان اقصر بعد هو البعد العمودي، يبقى انا محتاج نقطه. الاول ده بيعدي بالنقطه 0 1، ومعادله المستقيم بتاعته هي 3 س زائد ال 4 ص زائد 6 بيساوي 0. يبقى اذا طول العمود اللي هو اللام هنا هيبقى بالنسبه لي الجذر، وهنا قيمه مطلقه. هنعوض 3 في 0 ب0، 1 في 4 ب4 زائد 6، وهنا جذر معامل س تربيع زائد معامل ص تربيع. هنا القيمه المطلقه ل 10 ب10، وهنا جذر ال 25 ب5، يبقى 10 على 5 فيها الاثنين، يبقى اذا اقصر بعد ما بينهم اللي هو البعد العمودي طلع بالنسبه لي 2، اللي هو 2 وحده طول يا باشمهندس. خلاص ده كده السؤال المقالي الاول، تعال نشوف السؤال المقالي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 2 بيقول انا عايز منك القيمه العظمى لداله الهدف تحت القيود دي. طيب س اكبر من او يساوي صفر، ص اكبر من او يساوي صفر، قلت لك يبقى الربع الاول، يبقى انت وانت بترسم هتكبر الربع الاول شويه وليكن كده، ماشي ماشي. تعال بقى نشوف المعادلات بتاعتنا. اول معادله هي س زائد ص، اخليها بتساوي 3. لو الس بصفر الص ب3، والعكس لو الص بصفر الس ب3، يبقى ده بيعدي بالنقطه 0 و3 و3 و0، ماشي.
يبقى ده كده أول خط مستقيم معانا. حلو، لو عوضت نقطة الأصل صفر وصفر هتلاقيها بتحقق، يبقى أنت التظليل بتاعك لحد دلوقتي المثلث ده. طيب المعادلة التانية هي س ناقص الصاد، هنخليها بتساوي واحد. لو السين بصفر ركز بقى، يبقى السالب صاد بواحد يعني الصاد بسالب واحد. طيب لو الصاد هي اللي بصفر يبقى السين بواحد، يبقى دي بتعدي بالنقطة واحد وصفر، وصفر وسالب واحد اللي هي موجودة هنا، تمام، ودي واحد. فده كده الخط المستقيم التاني، ركز معايا. انت فاكر التظليل كان في المثلث، تعالى بقى نعوض بنقطة الأصل صفر وصفر بالنسبة للمستقيم ده. لو حطيت هنا صفر وصفر أقل من الواحد بيحقق، يبقى أنت هتظلل للجزء اللي ناحية نقطة الأصل، يبقى يا إما المثلث ده يا إما الشكل الرباعي ده، ده اللي ناحية نقطة الأصل، يبقى التظليل يا باشمهندس هيبقى في الشكل ده كده. ده كده التظليل بتاعنا، حلو قوي وزي الفل. رؤوس المنطقة بقى عشان دالة الهدف، النقطة دي كام؟ واحد وصفر، والنقطة دي كام؟ صفر وصفر، والنقطة دي كام؟ صفر وتلاتة. نقطة التقاطع زي ما قلت لك، لو أنت راسم في رسم باينة هتظهر معاك مباشرة. طب أنا مش راسم في رسم باينة، عادي جدا يا باشمهندس، مود خمسة واحد. هنا معامل السين بواحد، معامل الصاد بواحد، الناتج بتلاتة. معامل السين بواحد، معامل الصاد بسالب واحد، الناتج بواحد. السين باتنين والصاد بواحد، يبقى نقطة التقاطع ده باتنين وكام؟ اتنين واحد. خلاص تعالى بقى نحسب دالة ايه الهدف. يبقى انا اول معايا نقطة واحد وصفر، صفر وصفر، ومعايا اتنين واحد وتلاتة وصفر. يلا دالة الهدف تلاتة السين، يبقى تلاتة في واحد بتلاتة، زائد اربعة في صفر بصفر يبقى ليه بتلاتة. طب هنا صفر وصفر اكيد صفر زائد صفر بيساوي صفر. طب اتنين وواحد، هنا تلاتة في اتنين بستة، زائد واحد في اربعة باربعة يبقى عشرة. طب دي هيبقى تلاتة في تلاتة بتسعة، زائد 4 في 0 بصفر يبقى ب9. يبقى اذا القيمه العظمى هنا يا باشمهندس طلعت كام؟ طلعت بتساوي كام؟ طلعت دي 3، دي 0 و3، احنا ناقلينها 3 و0 معذره بعتذر طبعا، دي 0 و3. فدي هتبقى بالنسبه لي 3 في 0 بصفر زائد 3 في 4 ب12، لا اختلفت، يبقى دي ب12. يبقى اذا القيمه العظمى طلعت معاك كام يا باشمهندس؟ ب12 عند النقطه 0 و3، هي دي كده القيمه العظمى بتاعتي. خلاص امتحان محافظة الفيوم امتحان محترم وفي أفكار يعني كويسة، هو حاطط طبعا مش أسئلة كتير، هما تلات أسئلة اللي يعتبر شكلهم مختلف عشان يحدد المتميز، وأنا بصراحة بحترم النقطة دي. خلاص كده وصلنا يا باشمهندس لآخر حصة النهاردة بفضل الله، احتمال كبير ينزل لك كذا محافظة النهاردة خاصة بأولى ثانوي إن شاء الله، يعني حسب ما ربنا يسهل كده إن شاء الله. لو أنت أول مرة تشوفني، أول مرة تشوفني إحنا بنختم الفيديو بقى. خلاص كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى إن أنا أكون أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. إيه لو استفدت اشترك في القناة وفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا جدا.